نختم برنامج صباح اليوم مع ضيفي سعادة السفير علي قصب رئيس مجموعة سنتوريون للاستثمار. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. الله يهل فيكي. يعني رح نحكي اليوم عن موضوع خليني أقول بعده شوي الصورة مش كتير واضحة. في ناس بتعرفه كتير منيح وبلشت تستثمر فيه. صح. ولكن في ناس بعدها على الهامش وبعدها عم تتفرج من بعيد لبعيد. مزبوط. عم بحكي عن العملات الرقمية. العملات الرقمية مزبوط. قديه يعني اليوم قديه هي عن جد فرضت حالة على السوق؟ يعني هي اليوم بس لنعطي شوية أرقام. تفضل. كان في بال 2020 تقريبا 50 مليون عميل مش يتعاملوا او يتداولوا بالعملات الرقميه. بال 2021 صاروا تقريبا 100 مليون يعني الرقم عم بيتدوبل من سنه لسنه. وك كماركت كاب كحجم سوق مالي تخطى بتصور المليار و600 مليون ال 1 تريليون 600 بليون دولار كاستثمار. استثمر بالعملات الرقميه. نعم. 50% منها او اكثر بالبيتكوين. عملة البيتكوين اللي هي العملة اللي هي الأشهر خلينا الشهيرة يعني. والأشهر اللي هي كانت لنقول الانطلاقة من شخص ياباني ما صرح عن اسمه بعد لحد هلا مجهول. بعد ما بنعرفه هلا. ما بنعرفه لحد هلا. منو هالمخترع الذكي؟ اسمه ساتوشي. فهو يمكن يكون شخص أو مجموعة أشخاص. أوكي. ما حدا بيعرفه. إيلون ماسك مثلا استثمر تقريبا من شي شهر. أوكي. مليار ونص دولار بالبيتكوين. يعني لما بيستثمروا سعادة السفير يعني كأنه هيدي العملات هي يلي رح تكون المستقبل أو كأنه هن شايفين إنه هي يلي رح خلينا نقول رح تربح لأنه لما بتستثمر بدك تنطي الربح هلأ بالمقابل. هلا هي مثل كأنك أنت عم تستثمر لنقول بالذهب. أوكي. شو الذهب؟ هو أسد يعني شيء ممكن تملكيه. أوكي فيزيكال. أوكي. كنت تلمسيه. الفرق ليش بنقول لها عملات رقمية أو كريبتو أو عملات معاملة رقميا؟ لأنه هي موجودة بطريقة أبدية. أوكي. على نتورك البلوك تشين. أوكي. لنبسطها للمشاهدين. فصارت أسيت يعني صارت شغلة موجودة وما ممكن تلغيها مثل الذهب. الذهب شو ما صار بضل قيمته موجودة وبضل حتى كمادة أولية ما بتتأثر بالوقت وما بتتأثر. فالبيتكوين نفس الشيء أو العملات الرقمية موجودة على نتورك البلوك تشين اللي هو مش مملوك. ما حدا بيملكه. طب نحن بنسمع ومعتمد على اللامركزية. هذه النقطة مهمة جدا. نعم. وعلى شفافية المعاملات اللي بتصير بين شخص وشخص آخر على بروتوكول البلوك تشين أو على نتورك بلوك تشين. نعم. طب أنا لما بنسمع بانهيار البورصة. نعم. يعني إذا بدي أعمل مقارنة صغيرة في شيء اسمه انهيار للعملة الرقمية؟ يعني ممكن عن جد نوصل لوقت تفقد قيمتها؟ لخبرك بس الفرق بين البورصة اللي هي بورصة العملات أو بورصة الأسهم. نعم. أسهم الشركات تطرح جزء من أسهمها بالبورصة لحتى المستثمرين يشتروها. صح. وبناء على أرباحها أو بناء على نتائجها السنوية فهي الأسهم بتصير تطلع بطريقة شبه ثابتة أو ركز يعني ما بيصير في تحول نوعي بالصعود أو بالهبوط لأنه فيها ريجوليشن ومحمية شوي من هيئات البورصات العالمية ومن البنوك المركزية اللي هن بدهم يحموا بالنهاية المستثمرين. اللي بصير بموضوع الكريبتو كارنسي اللي نحن عندنا منصة تداول. نعم. موجودة ممكن أي واحد يدخل ويستثمر فيها. نعم. يفتح حساب. أوكي. يحول عليها بالدولار أو باليورو أو بالعملة المحلية اللي هو فيها. أوكي. يحول أو عن طريق الكارت ويحول هالمبلغ اللي هو بنسميه فيات يعني كارنسي عادية يحولها تصير كريبتو كارنسي وبعدين يتداولها يبيعها ويشتريها. لنرجع لموضوع كنترول والفلكتويشن الفولاتيليتي اللي بتصير بالكريبتو كارنسي هو ماركت مانو ريجوليتد. اوكي. ما في ريجوليشن يعني. أوكي. مش معناتها ممنوع معناتها النظام العالمي المالي بعد لحد هلا ما قرر او ما تبنى بشكل عام كيف ممكن يتعاملوا مع هالعملات الرقميه هيدي لانه خايفين؟ ما بتصور خايفين بتصور بعضهم عم بيشوفوا كيف عم يراقبوا العالم عم تتقبل هالعملات الرقميه هيدي. بس فيك شركات كتير كبيرة
أمريكية وغيرها وآسيوية استثمرت بشكل مخيف بهالعملات هيدي وصار لهم تأثير على السوق. منهم شركة باي بال مثلا. شركة باي بال هي شركة دفع إلكتروني موجودة بالعالم توصل المشتركين بالمنصات الإلكترونية لحتى تسهل لهم طريقة الدفع على طريق المنصات الإلكترونية أو على طريق الإي كوميرس. هلا بالكريبتو كرنسي ما في ريجوليشن، يعني ممكن تطلع ب 20% او 30% او اكثر، ما حدا يوقفها حسب السبلاي ديماند، يعني العرض والطلب بين شخص وبين ثاني او بين لنقول المشتريين واللي عم بيبيعوا. فهون في مثل توجيهات نحن دائما بنقدمها للمستثمرين عن طريق القنوات السوشيال ميديا اللي عندنا، عن طريق نقول التريدرز سبيشاليست اللي موجودين عندنا بالمجموعه، انه كيف ممكن يستثمروا بدون ما يخسروا كل المبالغ اللي حطوها، كيف ممكن يحققوا ارباح مثلا دائمه يومية بشكل بسيط ممكن تخليهم يربحوا لحد 20-30% شهريا من المبلغ الأساسي اللي حطوه. يعني الكريبتو كيرنسي اليوم ممكن تدوبل البورتفوليو تبعك بشهر أو أقل إذا الماركت بوليش نقول مثل أوكي. مثل هلا يعني شفنا البيتكوين اليوم تقريبا صار بالستين ألف دولار. في كتير ناس بتقول وصل لستين رجع نزل لخمسة وأربعين وف ماركت منه ستيبل. هو عم يعمل ستابيليزيشن، يعني شو بصير؟ بصير في طلع بسرعة كتير وفي ناس عم بتحاول تعمل له تركيز لحتى يرجع يثبت بمحل معين. بس أنا كنصيحة يعني بعطيها أنه البيتكوين اليوم متوجه للمية وأكتر، $100,000 وأكتر، لأنه هو عملة نادرة وقيمة نادرة صارت بالسوق يعني بشكل عام، ففي عليه طلب كتير. وكل ما كبر عدد الأشخاص اللي عم بيتداولوا العملات الرقمية كل ما صار في طلب زائد على هيدا الموضوع. فطبعا هيدي البورصة نحن يعني عنا بورصة بالنهاية أونلاين للكريبتو كرنسي مرخصة من أوروبا وممكن أي واحد يفوت يشترك فيها بطريقة شفافة وسهلة. والسيكوريتي اللي فيها وين؟ أنه العملات اللي بتستثمريها منا مملوكة مني أنا، يعني منا مخزنة لا بالسيرفرات تاعتي ولا بأي سيرفر، مخزنة على نتورك البلوكتشين اللي هي موزعة على آلاف السيرفرات بالعالم. طيب هل اليوم يعني مثل ما حضرتك عم تقلي في كتير ناس مستثمرين وفي كتير ناس بلشت تعطي الثقة لهالعملة الديجيتال خليني أقول صح. هل نحن يعني بما أنه الدنيا كلها عم تتغير هل معقول نحن نشوفها أنه هي تصير العملة الأساسية عالميا ونستغني عن العملات الوطنية عن كل بلد ببلد؟ هلا أو هيدا شغلة كتير. كل بلد ممكن يطلق عملته الرقمية أوكي. اللي هي ممكن تكون مثلا اندكست على عملة تانية. في عملة رقمية اسمها USDT هو ستيبل كوين ما بيتغير سعره، 1 USDT equal 1 دولار أوكي. فمعظم المعاملات اللي بتصير لما تستثمر بالعملات الرقمية كمبتدئ تشتري مبلغ من USDT وبعدين بتحددي كيف بدك تداولي على المنصة الموجودة أوكي. فأنا بتصور البلدان كلها رايحة نحو إلغاء الكاش، مشان هيك عم بسأل يعني الكاش بشكل عام ما ضروري أن احنا نحكي عن طريقة أنه عملات رقمية أو لا، بس الكاش بشكل عام لازم يلتغى لأنه الكاش فيه لوجيستيك، فيه سيكوريتي، فيه نان ترانسبرنسي، ما فيه تراسابيليتي. ف البلدان وبعدين الليكويديتي لما تكون برات البنوك برات السيستم وتكون بين ايدين الناس، مثلا اللي صار بلبنان اليوم الكاش كله مع الناس مزبوط اوكي ليش؟ او برا ليش؟ لانه خايفين من او بالاحرى خدعوا من نظام مالي موجود لانه ما في ترانسبرنسي وما في governance. صح. شو يعني governance؟ كنترول، يعني في طرف ثالث عم بيراقب كيف هالشخص المؤتمن على أموال الناس عم بيصرفها أو عم بيعمل لها investment. فإذا بدنا نحكي بس نقارن مثلا بين الكريبتو كرنسي أو البلوكتشين والنظام المالي الحالي بلبنان أو ببلدان اللي أفلست نعم. ما بدي أقول لبنان عم بيفلس بس إنه براسك يعني يعني والله عم بتطمني كثير بهالحديث. العالم لازم تفيق وتستوعب من هذا الشيء انه خلص في يعني عم يشوفوا الدولار صار 15000 ليره، معناتها الليكويديتي الموجوده بالدولار بالسوق خفت جدا
ورايحين نحن انفليشن فظيع، والانفليشن هيدا دليله شو؟ انه بس قاعدين عم في يكون البيتكوين هو البديل يعني هيدا ما بيكون بديل البيتكوين، بس في كتير ناس اليوم حتسحب الكاش من السوق حتحطه كريبتو كرنسي لتحمي الكاش تبعه. اوكي، لانه الانفليشن اللي عم بصير بين الدولار والليره اللبنانيه كتير كبير، يعني الانفليشن ممكن يصير 20% اسبوعيا او شهريا او حتى يمكن يتخطى يوميا. ما في ما ينضبط اصلا يعني، لانه ما في اقتصاد اليوم، ما في اي شيء قادر يهدي الميزانيه او الاقتصاد اللبناني. شو الانكم تبع لبنان اليوم؟ ولا شيء. شو عندنا انكم كبلد لبناني؟ ما في شيء، ما في انكم، ما في مدخول. صحيح. مدخول البلدان مبني على مدخول الاشخاص اللي بتعيش فيه، وهو معادلة بين الاستيراد والتصدير زائد الانتاج تبعه. شو انتاجية الناس اللي عايشين بلبنان اليوم؟ صارت كازي معدومة، يعني لأنه السيستم الموجود فرط فيها. صح. وهيدا يعني شيء كله كل الناس تنلام عليه. فبس لازم اليوم صار يصير في وعي. احنا طرفنا شوي عن الموضوع، بس لازم يصير في وعي لحتى يصير في تغيير جذري. ما فينا نضلنا ماشيين بالسيستم اللي احنا فيه. اذا بدي ارجع ردك للموضوع. نعم. حتى لا هيك اختم، هل فينا يعني نحن نستعمل هالعملات الرقميه مثلا بدفعاتنا؟ هل مثلا فيزا كارد تقبلها؟ طبعا فيزا بلشت تقبلها. اوكي. حتى البيتكوين هي من اهم العملات. نعم. في ايثيريوم هو بروتوكول، وفيه سمارت كونتراكت يعني عقد ذكي. عقد ذكي بيخلي حلول المعاملات بين الأشخاص ينعمل بطريقة أوتوماتيكية، يلغي الأوراق، يلغي الريكونسيليشن، الساتلمنت بصير أوتوماتيد. ففيزا عم تستخدم بروتوكول إيثيريوم، أو عم تشتغل على التكنولوجيا اللي هي تكنولوجيا الإيثيريوم لحتى تقدر تسهل هي دفعاتها. فنحن أكيد رايحين نحو تحول رقمي كلي. نعم. كان بالمعاملات، كان بالوراق. ليش؟ لأنه أول شيء بتخفف الكوربشن اللي هو الرشاوي، بتخفف الفساد، بتعطي مور تراسابيليتي، بتعطي شفافية أكثر، بتعطي مصداقية أكثر للمعاملات اللي عم نعملها، وسرعة أكثر بالمعاملات هيدي. واليوم يعني إذا نطلع على كلفة المعاملة أو ككريبتو كرنسي اليوم المستخدم، هي مستخدم أكثر شيء كتحويل. نعم. يعني شخص عم بيحول لشخص ثاني من والت لوالت. اثنين والتس اللي هن والت يعني محفظة إلكترونية. صح. اثنين والت موجودين على البروتوكول البلوك تشين، الاثنين عم بيحولوا لبعض. مده المعامله قديش؟ ما مفروض تكون شيء يعني. اكثر اقل من دقيقتين. ايه. على اي بروتوكول اخذناه اليوم؟ انت اذا بدك تحولي اي حواله من بنك كان بلبنان او غير لبنان، تاخذ امر اسابيع لانه او ايام. حتى اول شيء لازم تعطي بروف، لازم تعطي، وبعدين كلفتها بالبرسنتج. البروتوكول البلوك تشين بما انه معتمد على سيرفرات الناس، هن اللي عم يعملوا كومبيوتيشن للمعاملات هيدي، كلفتها شيء بسيط. يعني على كل حال بهيدا الحديث عم بتشجع الناس وعم تعطيها هيك ثقه بمطرح ثاني، بمطرح فقدت ثقتها بالبنك. سعاده السفير علي قصب، انا بدي اشكر كثير حضورك معي. شكرا. ان شاء الله الى لقاءات اخرى. مشاهدينا بدي اشكركم، تابعتونا من الساعه 8:30 لغايه هيدا الوقت. انا برجع بعطيكم موعد نهار الجمعه يلي جايه. بتمنى لكم ويك اند حلو. اما هلا فبنتقل لزميلي شادي خليفه وموجز الاخبار.